معلش احنا كنا عايزين نكرم مجدي اكتر شويه، الظاهر فكل شويه بنفكره بجوله. جول ده اغلى جول في حياتك اكيد. اول بطوله تدخل نادي ام بي، اول بطوله ليا. كابتن مصري الله يرحمه، كابتن اسماعيل، يا سلام، كابتن خالد متولي، كل الناس يعني، كابتن بلعوطي، كل الجهاز اللي كان معانا، كابتن علي الزكي، وكابتن ناصر، كابتن علي عبد طبعا. يعني الناس يعني الواحد كان بيتعامل مع الناس دي برضو، الواحد وهو صغير برضو، كابتن شوبير برضو تفكيره شويه برضو محدود، وانت لعيب. امال ايه؟ طب كابتن طه ده يعني اثر فينا كلنا بشكل غير طبيعي. كابتن يحيى اسماعيل، يا سلام، يعني ناس كانت كانت فعلا بعيدا عن الكوره احنا كنا اولادهم، ولادهم يعني مسؤولين منهم. كابتن طه كنت ماسك استوديو التحليلي في احدى القنوات يعني دون داعي لذكر اسمها، فاتفقت مع كابتن طه اضيف معايا بيجي يحلل، وتمام التمام وتمام وماشيين حلو. طبعا بدات ايه شويه منغصات كده يعني روتين ووجع قلب. لا يعني احنا مثلا كنا متفقين هناخد مثلا 45 دقيقه قبل المباراه، 30 دقيقه بعد المباراه، في ال 45 دقيقه بقوا 30 دقيقه، وبعد بقوا 20 دقيقه، وبعد بقوا 15 دقيقه. فداخل انا وكابتن طه ففضل مع الماتش 5 دقائق، فانا مكسوف. فقلت لهم طب يعني ازاي صوتي بقى انفعل وبكلم رئيس القناه ازاي حضرتك وما ينفعش وقصه عليا. قلت لها معايا كابتن طه بصري. لا فيش مشكله كابتن، ندخل ندخل 5 دقايق. لا كابتن طه كان تخيل يعني، كان شوف البلسم بتاع الراجل يعني، بلسم وانا عمال اعتذر له قال لي ما خلاص يعني هو لا هو لا اللي لا بيهدي الناس. ونعم رمز رمز زمالك، رمز مصر، طه بصري، حسن شحاته، علي خليل، اسماء رموز، كابتن احمد رفعت، احمد رفعت على رحمه الله، كابتن عزمي مجاهد، كابتن احمد مصطفى، كابتن ابو رجيله. زمالك كبير قوي يا جماعه، بنجومه وابطاله وابنائه ورؤسائه العظام، عظام، ده قصه كبيره جدا يعني.